وفكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. إن الأماني وسط فكري لم تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل بالعمل. بما أتى في كل ثانية يواصل بالعمل ويجوب في الأرض ليلقى زهرة ويعود منها في رحيق للعسل. ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. إن الأماني وسط فكري لن تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها تجنى الأماني بالعمل بالعمل. وانظر إلى النمل الصغير بحجمه ضرب الكتاب لنا به أحلى مثل. قد كان للنمل لنال رسالة وتعاونوا بالبر كي تلقوا الأمل. فلنعمل اليوم بعلم وقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم. إن الأماني وسط فكري لن تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل. لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعملوا تجنى الأماني بالعمل بالعمل.